قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقول الشاعر قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم فيكون رزقا باعتبار آخر وهو إذا شكر الله عز وجل أو صبر بعد نزول هذا البلاء، لكن لو حصل سخط فليس برزق يحمد عليه العبد. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا.